الجيش الملكي يمنى بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين لواحد في المباراة التي جرت أطوارها بملعب الكبير لمدينة مراكش لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لدور أبطال إفريقيا، ليفشل بذلك الفريق العسكري في بلوغ دور المجموعات بعد هزيمته ذهابا كذلك بهدف نظيف. صراحة نتيجة جد مخيبة للأمل، صراحة كنا باغيين نتجاوزوا ديك الهدف اللي تسجل علينا في تونس، وكنا باغيين نزيدوا هدف ولا هدفين باش نحسموا المقابلة. صح قدر الله ما شاء تسجل علينا هدف عن طريق ضربة خطأ بمثابة ضربة جزاء، لأن قريبة المربع العمليات وجا خطأ ضد مجرى اللاعب اللي تلقى إنذار في الشوط الأول، هو اللي بعث الأوراق ديال المدرب. وصراحة كيوصلوا حتى المربع العمليات، ولكن ديك متمم العملية اللي كيكون ما كاينش. الهزيمة يستحقوها حيت اللعابة اللي جابوه في الدفاع ما ناقصين بزاف، فهمتي؟ ما جابوش انتدابات كاع في الدفاع. لاعب العصبة وبغيتي تمشي للمجموعات خصك لعابة كبار، باعوا الركائز ما جابوا حتى شي حاجة، يعني يستحقوا الهزيمة، جابوا لعابة ناقصين ماشي ديال العصبة ديال الأبطال. وراه هادشي اللي كاين، هذاك الطرد عاوتاني اثر على الماتش، هذاك الخطا اللي دار المدافع خسر خرج اللعابه من الماتش، ما عندهم ما غيديروا ويستحقوا الهزيمه، ما عندنا ما نقول. الجيش الملكي كنا كنتاملوا عنه وغادي يدوز، ولكن الفرقه حتى هي عندها باع ديالها طويل هاد النجم الساحلي، والحمد لله داروا المجهود ديالهم ولكن ما جاب اللهش. الفرقه راه كنعرفوا حنا التوانسه الماتشات ديالهم في الميدان ما كيلعبوش مزيان، ولكن خارج الميدان راه تبارك الله. انا الهزيمه انا كنرجع المرتبه الاولى للدفاع، ان الدفاع تحول الماتش من طرد تحول الماتش، يعني ولا في صالح النجم الساحلي، والنجم الساحلي انك تعطيه فرصه بحال هاد المسائل هذه ما شي ما يخليهاش ما يفوتهاش. كنا كنتمناوهم يربحوا مزيان، مي الحمد لله كنقول لهم كونتينيو ديما عسكر وديما لي فار